السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة عناوين اخبار السودان اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2020. الخرطوم تتجاوز اعلى منسوب والري تحذر من فيضانات اليوم. تحتوي على خدمات وتجارة ودفع مقدم. مجموعة الفاتح شبو تطلق النسخة الأحدث من تطبيق إيزي لايف خلال أيام. البرهان يخاطب الشعب: مثل ما استجبنا لكم في أبريل، الآن ننتظر إشارتكم لنستجيب. إفادات لشهود عيان في محكمة متهمي شهداء مجزرة الأبيض. إطلاق سراح الفريق أول هاشم عثمان الحسين. إعلامي: البرهان في خطاب الأمس كان متوترا، ما الذي يخبئه البرهان ولا يريد إظهاره في شركات الجيش؟ نهر النيل، التعدين، صحة المواطن أولا. ثلاث حالات وفاة و59 إصابة جديدة بكورونا. عضو اللجنة المركزية بالشويعي صديق يوسف: سنكون مع الجماهير في الشارع حتى تستجيب الحكومة للمطالب. الاتحادي الموحد: الأوضاع الراهنة تكاد تحسب بالثورة. تقرير: الصراع الدولي في شرق السودان، الماراثون الأخطر. والي القطارف يصدر قرار مراجعة الشحن والتفريغ، وأمين ديوان الزكاة يجبر 9 عمال على ترك العمل. تقرير: مفاوضات جوبا، رغم تعرج المسار السلام حتمي. ثلاثمائة في المئة زيادات في رسوم مدارس خاصة. وزير الخارجية المكلف يبحث مع السفير الألماني بالخرطوم علاقات البلدين. أخيرا، تشكيل لجنة حكومية لإنهاء أزمة صادر الماشية إلى السعودية. تظاهرات في أبو كرشة والاحتجاج على تردي الخدمات. والقطارف يوجه بتطبيق القانون على المخابز المخالفة لأوزان الخبز. التغيير: قوات تسيطر على أكثر من 90% من الكتلة النقدية. وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق احتمال سفير سلطنة عمان. وصول الدفعة الثانية من قوات العدل والمساواة الموقع على السلام للفاشر. إغالة الأمين العام لحكومة الشمالية. حمدوك يوجه بحماية المدنيين والموسم الزراعي في شمال دارفور. 8 حالات وفاة و4 إصابات جراء آثار الخريف في الجزيرة. حملة رجل القضاء على نواقل الأمراض بولاية الخرطوم الأربعاء. تقرير: التطبيع مع إسرائيل، فن صناعة الحلفاء. رئيس الأركان: توهم الجميع تفكيك مؤسسات الجيش الاقتصادية، ولكن هيهات. الشيوعي: لن نغادر من تحالف قوى الحرية والتغيير.
التغرير التنغيب الأهلي أم الفغاياهب المجهول. رئيس هيئة الأركان استثمارات القوات المسلحية من استقطاعات الجنود والضباط من مرتباتهم. شرق دارفور السيول وانتشار الأوبئة. شعبة المخابز نطالب بإعادة النظر لتبعات التكاليف ولم نهدد بالإضراب. البرهان يهاجم المدنيين في الحكومة ويعلن وقوف الجيش ضد صريعة الثورة. ارتفاع الذهب المشغول إلى 12500 جنيه للجرام. ارتفاع وندرة في الأسمنت البحري والسجانة. واشنطن بومبيو سيجتمع بحمدوك والبرهان لبحث علاقة السودان بإسرائيل. محللون وساغة مضاربات الذهب والدولار مساع لإفشال المرحلة الانتقالية. الطماطم تقفز إلى 300 جنيه للكيلو بالأسواق. المعابر والحدود تتصدر اجتماع وزير الدفاع السوداني والجنوبي بجوا. البرهان الجيش سيرفع علم السودان في حلايب وجودة الفخار والفجبة. الكشف عن ملفات سرية يطيح ب 151 غاديا سودانيا. السودان سفير أثيوبيا لدى الخرطوم يقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة. البرهان الناس مشغولة بالمحاصصة ونتجابت في وزير وفي والي. خبراء يجب تفعيل قانون التجنيم لتقوية الولاية على المال العام. حمدوك يطلب اجتماعا عاجلا مع اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير. الدولار يقفز بأسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم. تجمع أصحاب المخابز يدين شح وصول الدقيق إلى الولايات. توقف حركة البيع والشراء في عدد من أسواق ومتاجر الخرطوم عقب انفلات سعر الدولار. القطاع المصرفي صراعات مكتومة تبرز على السطح. مفصولو الخارجية تقدمون بشكوى رسمية لممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان. الشرطة تستعد لوجستيا وبشريا لحماية المدنيين بدارفور خلفا لبحثة لليوناميد. أزمة الوقود تشل عمل الكهرباء بشندي. المعيشيون طالبون بزيادة رواتبهم ويعلنون وقفة بالأربعاء. العثور على مدافح ثقيلة مدفونة داخل مزرعة. قابض عنه السلطات مواطن مروي يواجه شبح الفيضانات وحيدا. البرهان لن نسمح بتفكيك الجيش متحدون مع الدعم السريع ولن نفرط في شبر وحلايب وشلاتين.
تغرير الخرطوم الدوحة المسافة لم تعد بعيدة. لجان المقاومة تواصل التصعيد والتتريس للشوارع في بحري وأم درمان. وزير الداخلية يلتقي والي النيل الأبيض. ورشة لتطوير الموارد الذاتية بغرب كردفان. وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية يزور ولاية البحر الأحمر. بدأ التحضيرات للموسم الزراعي الشتوي بالولاية الشمالية. الجمعة المقبلة التوقيع على اتفاق سلام السودان بين الحكومة والحركات المسلحة. وزير الثقافة والإعلام يؤكد الحرص على تطوير المكتبة الوطنية. البرهان الضائقة المعيشية ناتجة عن سوء التخطيط والفاشلون يريدون تعليق فشلهم على الجيش. الملتقى الثالث لمديري مستشفيات غرب كردفان يختتم أعماله. ثلاثمائة وثمانية وستون جملة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بالشمالية. تقرير مضاربات الذهب من يسعى لإصغاء النظام. في أول موقف متناقض الحركة الشعبية شمال الحلوة تتراجع وتجدد رفض الجلوس مع حميدتي. توحيد لجان المقاومة بولاية الجزيرة لمعالجة القضايا العالقة. منصة التأسيس للجمعية العمومية ترفض تكوين اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين. الشؤون الدينية تدعو لنشر الخطاب الدعوي المعتدل. البرهان سنة كاملة وما عملنا حاجة ونعترف. استئناف الدراسة بجامعة النيلة مطلع سبتمبر. والي البحر الأحمر يطلع على أداء شرطة المرور بالولاية ويوجه بضبط المواتر والمركبات المخالفة. التطبيع مع إسرائيل ليس مسؤولية الانتقالية. أبرز مخرجات حمدوك من التغيير. المركز يطالب البنوك الحكومية بالاجتماع بالمساهمين بشأن زيادة الأجور. البرهان يلتقي قيادات جهاز المخابرات والشرطة. استغالات جماعية بجامعة أفريقيا احتجاجا على قرارات لجنة التمكين. الدولار يتسبب في توقف بيع الهواتف الجديدة بالسودان. في أول تغريدة له بتويتر البرهان القوات المسلحة شوكة حوت لكل من يريد النيل من هيبة السودان. وللجزيرة الزراعة والصناعات التحويلية المخرج الحقيقي للاقتصاد الوطني. تقرير العسكر المدنيين هل يقود التوتر إلى انقلاب؟ تفاهمات بين منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ووزارة الإنتاج الحربي المصرية. أخبار الرياضة عماد محسن يشكو الهلال للفيفا.
لجنة المدربين تحدد مطلع سبتمبر لإلغاء المحاضرين. سوداكال يخاطب المفوضية ويهدد باللجوء للمحكمة الإدارية. إبراهيم واحتراف محمد المصطفى خطوة إيجابية. محمد المصطفى يصل كينشاسا للعب لفيتا كلوب. منتخب السودان يواجه تنزانيا استعدادا لغانا. شيبو ينتظر عرضا من نادي أثيوبي. المريخ يعلق التدريبات. التنظيمات الهلالية تسلم شداد مستندات ضد الكاردينال. اجتماع سوداكال وخشاري مجدد مستقبل إعداد المريخ. فرصة تاريخية لأكرم الهادي بعودته للمنتخب الوطني. أبو حراز والصعوبات يدخلان ترشيحات رئاسة لجنة تطبيع الهلال. الأزرق يرهن العودة للتدريبات بالبرمجة. جدل واسع في الهلال بشأن حقوق اللاعبين. شداد يمنع الدعم الدولاري من 4 أندية. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك. ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.